اغثني يا لمبي. انا ايه يا بنت؟ هو انت بتعدي هي هتقعد تروضيها كل شويه؟ الله، ما انا جنبك اهو. الان نريدك ان تذهب للقاء الاشرم بين الجبلين. ونروح اشرب بين الجبلين ليه؟ هو جاب لي الميه ونزلها قدام بقي وقعدت انا اطلع للسني عشان اشرب انا والبنت، وهو ما سعاش فيا وخد الميه وراح بعيد. اروح انا اشرب من الجبلين ليه؟ يجب ان تذهب له حيث ينصب في خاخه. يا عم ينفخ في خاده زي ما ينفخ في خاده، وانا يعني يهمني ينفخ في خاده؟ بس انا لو هعمل كده يبقى انا بقى ليا اذن شروط. سحقا سحقا، اصبح للعبد شروط. ها، الشرط الاول اشرب ميه. اسقيه يا سيد زيدون. اه لقد قال لك العفريت اسقيه، هذا العفريت الساحر. هذا الماء لبي اغثني. بس 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 بس، ايه ده؟ جملة النيلة اللي حفظها. هل من طلبات اخرى؟ اجل، انا عايز اريد ان يعطيكنا انا وهندودة. موافقون. وانا جدك يا لمبي. الان شدي، والاول كنت تمشي بجانب الحيط. اجعلهم يعتقونني وسادلك على مكان الكنز. حقيقة اوعى تكذب، ها؟ حقيقة؟ خلاص، واريد ان اعطيك الهريسة. موافقون. ويعطوني السيف. موافقون. واريد الحمار. موافقون. واريد الترانيل. موافقون. وشعب بورتو مارينا. موافقون. وما هي البورتو مارينا؟ مزرعة للبط. مزرعة في بط في اغوار الصحراء جوه. وانا عايز اسالك سؤال يا عم هريسة، هو انت لما بتشوف خلطة اللي جابه امي يعني بترسم على وشي علامة استفهام وتقعد تسأل، فانت ليه بقى؟ انت موجود ولا مشيت؟ ها؟ ايه السحرة دي كلها؟ ها؟ ده الواحد لو خد له هنا بتاع قيرتين تلاتة كده ويسقعهم يجي بتاع 1500 سنة كده لحد ما يخش كردون مباني، هتجيب ملاليم. اه والله، واحتمال تتعمل كيمباوند، تعمل فيها كيمباوند. اما فين قطاع الطرق اللي بيتكلموا عليهم دول شمال؟ يا نضار، يا قطاع، يا قطاع، شمالك ايها الاشوح، شمالك ايها الاشوح. مع السلامة عليكم. عمت صباحا يا ولدي. الله يخليك. ماذا تريد؟ والله انا كنت اريد ان انا اذهب لبين الجبلين. ولكن ما الذي يدفعك للذهاب الى هذا المكان الموحش؟ يا حج يا حج يا حج، ارجوك ارجوك اتوسل اليك، انا جاي على الحمار ومتمخبط في قلب الصحراء ومطبط وشمس وارض، فقول لي بقى بالراحه كده عشان خاطر انت كمان نفس داخل وعالم هيرجع تاني النفس ده تاني ولا لا. قول لي فين بين الجبلين. لهجتك غريبة، تحلى بالصبر يا ولدي، فمن واجبي أن أحذرك. يا سيدي مشكرين على التحذير، بس أنت كلي. أنا عندما كنت في مثل عمرك كنت أحد أكبر سافك الدماء في الحجاز كله. لو بصراحة بصراحة بان عليك الخربشة والحركات أوعى. لقد تبت عن الأعمال الإجرامية منذ 10 سنوات. لا بجد، طب انت بتشتغل ايه دلوقتي؟ لقد قمت بفتح متجر صغير لوأد البنات. ايه وأد البنات ده؟ نقوم بدفن البنات الصغار وهم احياء لانهم عار علينا. يا سلام على التقوى والورع. لا والله والله كلك بركه يا حاج، كلك بركه. مش عارف اقول لك ايه، ان شاء الله كده باذن الله ربنا يكرمني واخلف كتكوته صغيره آتي بيها ليك عشان خاطر تدفنها. قول لي أبوس إيدك، أنا أروح كيف هناك عند الجبلين؟ كيف فاينة؟ إنك تهذي يا رجل وتثرثر؟ يا عم أنا اللي مثرثر؟ ده أنتوا اللي مثرثرين، ده أنتوا مخلصين على الثراثير اللي في الجبل كلها.
قول لي ابوس ايدك اذا كنت انت موجود وكائن حي قدامي، واذا كان في بني ادم يعني، كيف اذهب هنيك عند الجبلين؟ انني اعلم جيدا انك لن تلاقي هناك غير اعتى المجرمين، ولذلك يجب علي ان احذرك. يا سيدي مشكرين على التحذير، مشكرين على التحذير. قولي انا اذهب هنيك، اذهب هنيك بين الجبلين، كيفك؟ ما دمت مصر ايوه سوف تسير في هذا الاتجاه مسيرة يومين، ثم تنحرف يمينا ثم يسارا ثم يمينا ثم يسارا ثم إلى أعلى ثم إلى أسفل ثم يمينا ثم يسارا ثم إلى أعلى ثم إلى أسفل، وهناك سوف تجد رجلا يدلك على المكان. والله لولا ان انت ابويا مصري ولولا ان انت راجل كبير احطك كده عليه واقعد اعملك كده حاوي. اجري يلا اجري خش جوه يلا. لهجتك غريبة. يلا يا جدع. لهجتك غريبة يا رجل. لهجتك غريبة. لهجتك غريبة. حفظك الله. عماه 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 مصيبة يا عماه. ماذا حدث يا هندو؟ هل حدث مكروه للمبي؟ وأنا مرة بالصدفة على السوق قابلت جارية كليبة، وعلمت منها أن كليبة وزيدون اتفق سويا للانتقام من اللمبي، وأرسلوا للأشرم من يخبره بقدومه ليأخذ حذره. خفضتك الآلهة يا لمبي. لا تقلق يا هندو، فقد يستطيع اللمبي أن يتغلب على الأشرم ورجاله. إذا نجا اللمبي من قبضة الأشرم فلن ينجو بأي حال من الأحوال، من الرمال المتحركة. وألمباه وألمباه قتلوك غدر يا حبة القلب، ألقوا بك في شر الطريق. والله لن أحب غيرك يا لمبي، فلو قطعوني إربا إربا قلبي ما يريد غيرك يا ابن العم. وهنودة زعلت على اللمبي قوي. وده مين ده بقى اللي راشف وقعد بالرملة؟ ده اللمبي. ايه ده؟ اللمبي لما كان رايح عند الرمال المتحركة أكيد حصل له كده. وانت رسمة اللمبي حمار؟ حمار؟ مبدئيا ده حصان. مش حصان ولا حمارة والاتنين بديل. يا قطاطة حرام عليكي، حرام عليكي، فهميني بليز، خلاص هتموتيني. ده الليمبي اهو، اللي تحت ده الليمبي وده الحصان، فهمتي؟ ايه ده الليمبي اللي فوق ده حصان؟ ما انا بفكر الحصان عنه قتل، مش كده؟ طب هو راسه ايه في الرملة؟ بتخيل بتخيل يا قطاطة، ده تخيل تخيل. زي حسين فهمي لما اللمبي منعه. ايوه اهو زي حسين فهمي بالظبط. انا عبيطه؟ انا عارفه كل حاجه طبعا. طب وين بقى اللمبي؟ هو اللي منع الحصان ولا الحصان هو اللي منع اللمبي؟ حرام عليك يا قطاطة. تاني هتقولي لي حد بلع حد؟ والله ما فيش حد بلع حد. حرام عليك حرام عليك يا قطاطة. عصبتيني خلاص، خلقي بيضيق، خنقتيني، خلقي بيضيق. خلاص ايه ده؟ طب خلاص خلقي بيضيق، ميتي في قلب يوسع. هو ايه اللي بيته في قلب؟ خلقك. ابيت خلقي في قلب عشان يوسع؟ تقصدي ان انا خلقي جزمه؟ انا جزمة يا قطاطة؟ انا جزمة يا قطاطة؟ انت بتزغرتي ليه دلوقتي يا قطاطة؟ شايفاكي مبسوطة فرحانة وزغرت. انا كده مبسوطة؟ هتشليني وتقولي مبسوطة؟ ايوه. هو في احلى من كده يا بنتي انك تبقي سعيدة؟ قطاطة نفسي ادخل جوه دماغي دي اعرف بتفكري ازاي. نفسي. طب ايه الجزمة عشان لسه ماسحة؟ لا بجد نفسي افتح دماغك دي وادخل اشوف بتفكري ازاي. انت هتشوفي العجب. ابو النبي هتشوفي العجب. اول ما تخشي كده تلاقي هم وعلى اليمين فسحة، وفي كنبة وترابيزة ومنبية، وفي بقى حصيرة بقى ووز وبط. ووز وبط؟ أجمع كل ده في دماغك؟ مأجرها مفروش ولا إيه يا قطاطة؟
طب بقولك ايه، هو عمل ايه لما راح عند الاشرم؟ مين ده؟ الليمبي. ايوه الليمبي يا حبيبي الليمبي. الليمبي هريس ود محمد ايه؟ الراجل ده، الراجل ده عشاقه الخيمة ده، بيسوق الخيمة ولا ايه؟ ايه المطوى فين؟ المطوى تخيل، تخيل امي ايه المطوى ايه؟ ياه لندي بالرجال في قبيلة مستنياك. اه عشان عليك رحمة يا خيمة ما جابتش الراجل، وتخف يا في الراجل نفسه بالكشك اللي قاعد ده. تعالى اعمل حاجة تلقص الرجل. من اي قبيلة اتيت؟ انت من يا؟ انت من كفار الرحاب ولا مدلش عينا؟ اصحى يا! كيف تجرؤ ايها الرجل ان تفعل ما فعلته بالاشرم؟ عشان افرجك ان الاشرم في الاشرم منه، وانا جاي النهاردة بوكس، انا هشرم امك النهاردة. لن تنجو بفعلتك هذه ابدا. يا بطل صياع يا بقى يا بطل صياع، تعمل لي فيها بلطجي وقطع طريق وهوب فوق وتحت والحركات دي. جالك اللمبي، اللمبي اللي لا ينزل للوجار ولا تطفله نار، وامك في العش ولا طار يا انت مجنون؟ انا لا افهم ما تقول. اقول لك انني ابلطج عليك الان، وانت الان عبد لي، ومن حقي انني اقبلك من بوعك. لا لا لا، انا لست امراه وهذا كل ما املك. أيوه. ارجوك صدقني. أيوه. سعياد سعياد عليا يا سعياد. بص انا هاخد بعضي ها واجيب كفار قريش هم اللي يتصرفوا معاك، وطبعا دول انت عارفهم، لو لاحظ فيهم بات من غير عشاء هيجيب مراته ويحللها وياكل هو واولاده هم يا جمل. هتفهم؟ لا لا لا، الا كفار قريش، الا كفار قريش، انهم اشرار. ما انت كمان اشر من الشريرين يا. لا لا، انا لست شريرا، ما هي الا سمعه، انا رجل صالح صالح. حسد الزبيبه الاحسن، بس ده نعمية انها مش عارف اشوف من الزبيبه، والتقوى الله اكبر عليك. هما كلمتين ورد غطاهم، هقولهم لك في ودنك، ممكن تقترب؟ أريد. تعال تعال. انتظر لحظة، لحظة واحدة. أبويا! لا تسلمني إلى آل قريش، إنهم أشرار. ارحمني أرجوك. تعال هنا، تعال تعال أرجوك، تعال أنقذني مما أنا فيه. أنا حسيبك بس هعد لحد واحد، لو لقيتك قدامي هموتك. حاضر. واديني الخاتم ده على أساس إن أنا أقولهم إن أنا قتلتك. اتفقنا؟ تفضل هذا الخاتم. تفضل تفضل. يلا خد الحبل ده. تفضل. واحد اثنين ثلاثة اجري. تفضل. جري. تفضل. يلا تفضل. يلا تفضل. انت لسه هنا؟ اجري، انا اجري، ساذهب ولن اعود الى مره اخرى. المياتر والعطشان وطفي نار القربان.
ما أجمل الفحص والفضل. انظري إلى هند كم هي سعيدة. يا لها من حظ وافر. إني أحقد عليها. وأنا أيضا. يا له من رجل شجاع. انظري إليه وإلى جماله، الصدر صدره فهد، والقلب قلب أسد، والفخذ فخذ جمل. لا تنظروا إليه، إنه رجل. إيه عمو الله، كانت فين القبيلة دي كلها لما حدفتونا عند الأشرم هناك؟ ككبش في ده يعني. إيه فاكرني عروس النيل أنا؟ كانوا في المضارب. وما هي المضارب؟ أماكن لممارسة المجون. يا عم مجون ايه بقى وكلام فاضي ده؟ انت اللي هتجيب لي مجون. مش كان اتفقنا؟ كان اتفقنا ان انا اروح هناك واموت الاشرم ده، وادي الخاتم بتاعه اهو دليل ان انا قتلته. مرحه مرحه على الاشرم ده لما ثبته. اللعنه عليك ايها الليمبي، طب لك ليتني اجد من يخلصني منك. ثق بأنك وجدت من يخلصك من ذلك الليمبي. لموسى يا رجل، يا لموسى انت فين؟ تعرف الزفوت عندي من هنا. لموسى لموسى يا لموسى. نبنى نعرف هذا متر سيفو يا أخي. أنا أنا أسرع، أنا أسرع. أطاطو أنا أسرع. جدو جدو عواطف، الحقوني أطاطو ماتت، الحقوني أطاطو ماتت. أطاطو أنت بتخديني ليه؟ مش أنت اللي خدتني لعروين؟ امسك يا سمور. ايه دول؟ حقك يا حبيبي، ربنا يبارك لك فيهم. انت شايف ان حقي كده وصل يعني؟ ده حتى ما يجيش تمنه. لا يا سمير يا حبيبي، انا مش عايزك تبص تحت رجليك. شغلتنا دي ما ينفعش فيها الاستعجال على المكسب. دول تدورهم في عملية والتانية وتشتغل عليهم بقى، ساعتها يبقى عندك بحر فلوس. اغرف منه زي ما انت عايز. انا عايزك تتعلم يا سمير. هتعلم. اعمل لك كاس. وانا بشرب اهو. طب اشرب يا حبيبي وصحتك. قطاطا معاك بقى. هو انت عندك كام سنه؟ انت تديني كام سنه؟ لا مش عارفه، قول انت. والله يا بنت اذا كان على السن فما حدش يقدر يعرفه. يعني عندك مثلا، انا احسب لك الايام السوداء. الايام السوداء كتير، 7000 سنه. يعني تقدر تقولي انا الحضاره، انا التاريخ. انما ماذا كان على الايام الحلوه فعددها معلوله. يعني انا بنت امبارح برضه. انا ما فهمتش حاجة، عايز اعرف بالرقم عندك كام سنة؟ بالرقم؟ هم اخر واحد يعرف الحكاية دي الحميد بتاع ابونا الله يرحمه. كان قايل لي اخر مرة الله يرحمه ان انا عندي 63 سنة. الله يرحمه. طب مات امتى؟ من 70 سنة. 70 سنة كان عندك 63 سنة ازاي؟ بكتير. انت هتقول عليا ولا ايه؟ تقول عليا؟ انا كنت حكاية بس ان انا كنت محافظة على صحتي. شوف رغم السن ده طول عمري محافظة على صحتي. اصحى الصبح على رجال الريق كده
اروح ضرب علبتين سوبر وبعدها بقى حتت ليا قد كده وراها بقى بومبار وسجق ومحشي وكل اللي بيعملني كنت باكله في البيت كنت فتنس. الله يرحمك يا فرومي، لو كنت عايش كنت وقعت فرومة. ايوه امال ايه؟ وصوتي بقى صوتي لازم امرني كويس لاني كنت بعمل وجبات في علب العزا بتاعت النسوان النسوان لما كانت بتموت. اللي اصلي بصي التعديل ده دي بس وانا صوتي كان حيالي كنت بخش على السوان من دول واروح رايح عليييييييييي بس ازاي كل السوان روح قال ملك بس عطت جت بس انت بتعرف تزوطي؟ متعرفيش صح؟ افرضي جدك مات تعملي ايه؟ لازم تزوطي سواتي كده قولي كده ايدي ويتي صرخي صرخي يا لميس هو ده التطهير اللي على اصوله انت ايه يا طاطا بني ادم مخلوقه من طين زينا ايدي ويتي العربي الزرات بقى نفسك حلو يا بنت تنفع انت تغطسي وده حلو على التبوسي ايه وغوصي بقى ايوه لازم بقى تتدربي على ثلاثه دول زغراتي وصوتي وروسي ماشي اصوت الاول ولا ذا شوفي احسبيها زي ما انت عايزه يا لهوتي ايوه يا مدام محمد البيت مش قادر بلاش انت يا لميس بلاش انت لا 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 انا مش عايزه ارد رد انت يا قطاطه دم ده دم بعد اذنك الو مساء الخير يا هانم بعد اذنك لموسه ماشي صدقني معايا You have made me what I am and Maya? I am yours Hello? My love Hello? Hello? Me Maya? Atata Hanim Maya? Who's the king? أنا دكتور إسماعيل جزرة جزرة؟ صديق عباس وبشرف على علاج لميس وانا قطعت عدو وانا جود العباس في عبد البيت وبعليك برضو لميس وجودك معاها هيرجع لحياتها البهجة والسرور اللي اتحرمت منهم سنين بنص الكلام ده بقى انت قديم قوي اسمك ايه؟ من زمان يا هانم من زمن الحب العذري والعواطف الجياشة اللي حصل كده اللي فيه في كيميكا أيوة بتكلمي مين؟ لا مفيش حد بقولك ايه افرض احسن اختي الكبيرة جت افرض يوم ده افرض باي يا سلام يا قطاطة رجعتيني تلميذ تاني كنت بتكلمي مين يا خلبوسة؟ امرأة غلط تعالي يا دكتور صباح الخير يا روح قلبي صباح الخير يا جدو صباح الخير يا لميس يا حبيبتي صباح الخير يا انكل ازاي حضرتك؟ اتفرج بقى شوف قول رايك يا دكتوره بجد؟ لميس رسوماتها بقت متطوره جدا دي حاجه فخيمه خالص فخيمه دي تبقى عباس يا حصلت انك تجيب سيره ست الوالده يوه ما تطلع بره حاضر يلا وبعدين يا دكتور انت لازم تتصرف في المصيبة دي لازم تتصرف فعلا عندك حق يا عباس
أنا بفكر أروح لخالتي وصالحها على أمي، دول مهما كان إخوات يا راجل. يا راجل إيه؟ أنا بتكلم على البيت. البيت اللي قطتها كانت دماغها بالشخصية اللي بتحكي لها عنها. ده شيء إيجابي جدا. معنى كده إن الخطة ماشية مظبوط. مشاعر البنت اللي كانت موجهة بالكامل لذكرى حادثة باباها ومامتها، جزء منها تحول للاهتمام بشخص تاني. طب ده نسوة عربية ولا دكتور؟ أنا بكلم على البنت، أما مشاعرها تروح مع الراجل ده، أنا ضامن ده مين؟ ده شخص في خيالها، في رسوماتها. الله، اعتبره حلم. حلم يا أخي. طب أنا اطمني، الشخصية دي بتاخدها وتروح فين؟ بخرجوا الساعة كام؟ بيرجعوا الساعة كام من الحلم؟ ها؟ عباس، ما فكرتش تعرض نفسك على طبيب نفساني؟ أنا أعرف واحد صديقي ممتاز. خالتك؟ طب أنا مش قاعد لك، أنا عندي شغل في العيادة ورايح للمرضى بتوعي. يا مريض؟ جدو. عيون جدو. كنت عايزاك يعني كده في موضوع صغير. مريض يا حبيبتي. حاجة بخصوص قطاطا. يا دي قطاطا واللي عمل قطاطا وبعدين حاجة بقى. مفيش حاجة يا جدو، يعني مالك متعصب كده ليه؟ أنا بس عايزاها يعني تفك عن نفسها شوية، الست دي غلبانة قوي على طول قاعدة معايا كده في الأوضة. يا حبيبتي تفك عن نفسها؟ دي مجرمة. تفك عن نفسها ازاي؟ أجيب لها عريس؟ ولا ألعب معاها كاندي كراش؟ لا لا خالص، أنا ما أقصدش، أنا أقصد يعني إنها تخرج تشوف الشارع. أنا ممكن أخدها نلفلف شوية بالعربية وأرجعها تاني قبل ميعاد السجن. يا فرحة أمي بيا، اتفسحيها، دي مجرمة ومجرمة خطيرة كمان. قسما عظما لو جبت سيرتها لرجعها السجن على طول. على فكرة يا جدو، الست دي مظلومة. لو أنت بتفهمي قوي، السيرة دي مش عايزة أسمعها تاني، فاهمة؟ طيب أنا هقول لبابا وماما. بابا! ماما! الو، إذا ده أول مرة أخرج وأقعد في عربية جنب الشباك. ربنا يستر يا قطاطا، ده أنا مخرجاكي من ورا جدو. هو قال لي هنروح فين؟ يعني نلفلف شوية بالعربية وخلاص. تعال نروح نشرب قهوة. قهوة؟ نجمة. نشرب قهوة فين؟ فين؟ أوديكي فين؟ تعال نروح عند كوسكا كافيه. كوسكا كافيه؟ أيوة كوسكا كافيه. طيب هنروح بس ناخد الحاجات تيك اواي. نجمة؟ ناخد تيك اواي يعني زي الدليفري كده. يعني هنشرب قهوة في الآخر؟ أيوة هنشرب قهوة. خلاص بقى هنشرب قهوة خلاص، عشان حتى ناخدها في الوريد. طب بقول لك إيه يا قطاطا؟ نجمة. ما تحكي لي كده شوية في الحدوتة على ما نوصل كوسكا كافيه. حدوتة إيه؟ هيكون إيه يعني غير الليمبي؟ حبيبي. اهو فين؟ اهو جاي هناك راكب مكنة الاسبريسو. فازاي؟ فازاي انتوا تسمحوا لنفسكم اللي يحصل كده معاكم؟ اخش عليكم الاقيكم مربطين من ايديكم وداخلين تتشنقوا زي المواشي. لا لا وليه؟ يعني لا وليه الاثنين في نفس واحد؟ لا وليه؟ ليه؟ هل انتم حلوانات؟ هل انتم بكر؟ هل انتم جنوس؟ لا طبعا لا، انتوا انسان. انتوا واحد انسان عظيم فلاح كلب خرصيس. فلاحين انتوا ايه؟ فلاحين. طب انا هسالكم سؤال. افرض ان الظروف ما سنحتش انه الليمبي يبقى الزعيم بتاعكم بلدي. افرض ان انا النهارده ما رشحتش نفسي للانتخابات بتاعت الرئاسه، كنت هتعملوا ايه؟ انت كنت هتعملوا ايه؟ كنا هنعمل ايه؟ انا اقول لكم انتوا كنتوا هتعملوا ايه؟ ولا حاجه، لان انتوا منتظرين الزعيم اللي يجوا ينتشلكم من قلب الكنيف. لكن لا 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 ولا، الاثنين برضك مع بعض. اوعوا تنتظروا الزعيم اللي يجوا يطلعكم من الكنيف، انتوا اخرجوا من نفسكم بالكنيف. ايوه عنده حق، كلامك حلو. يا سلام يا سلام على العلم والنور يا جدعان. امال ايه؟ العلم والمنطق بيرمي فلقسته علينا. فلقسه ايه؟ فلقسه ايه؟ فلقسوف يا جاهل.
ده زعيم وفلاسوف. عاش الزعيم الفلاسوف الفلاح. عاش الزعيم الفلاسوف الفلاح. طلعنا من الكنيف يا زعيم. طلعنا من الكنيف يا زعيم. اخواني ايوه احنا كنا بنتكلم في ايه؟ ايوه صح احنا كنا بنقول ايه؟ زهينا من الكلام واللاتو والعجل دي كلاته. احنا اللي بنبات فيه بنسبح فيه. طب تصدق بالله يا سيدي الاستاذ لمبي؟ لا 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 حكايه المشانق دي جات لينا على الطبطاق. ايوه قولي ليه؟ لانهم لو ما كانوش هم هيشنقوني قلنا احنا شنقنا نفسينا. ايوه على قولك عشان نبقى طلعنا من جهنم في الدنيا نروح نتشوي في جهنم تاني في الاخره. استغفر الله العظيم. لا اله الا الله. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم يا رب. والله ما برضه من هذه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ومن الراجل ده؟ ده العمده. بتشغل ايه؟ عمده بلدنا. بياخد مرتب كويس ولا ايه؟ ما انت عارف يا لمبي انه ناهب خير البلد كلتها. خش اعمل لك شعبيه. اتفضل يا حضره العمده. اتفضل يا عمده. منور يا زعيم. منور. الله يخليك. ده ابنك ده؟ لا ده شيخ البلد. ما شاء الله كبر. ما شاء الله. اه طبعا. يا حبيبنا عمدتنا. الليله. ايوه. ليلتك بقى. الدبايح والرقص والمغنى. واني هقوم باللازم بنفسي. ربنا يخليك يا عمدتنا. بيت كرم بقى ولا ايه؟ بالك انت؟ ايوه. اني اول ما شفتك بالهدمه دي قلت الجدع ده يا اما ولي من اولياء الله. الحمد لله. يا اما اراجوز. يا اما زعيم. ايوه ايوه انا زعيم بس خليها في سرك يعني. وانتوا كلكم يا اخوانا معزومين الليله عندي علشان عيون الزعيم. يا سلام يا اولاد الفرحه حلوه. ايوه ادعوا العمدة ادعوا له. يخرب بيت ابوه. كمان ادعوا له. يخرب بيت ابوه. يا سلام شايف محبه الناس يا عمده. ايوه يا شيخنا هو انا عايش الا بمحبه الناس؟ ربنا يدومها عليك نعمه يا رب. يلا سلام عليكم. سلام يا رب. ادعوا له يخرب بيت ابوه. هو احنا كنا قاعدين ليه؟ انت قول يا زعيمني واحنا كلنا وراك. ايوه بس خلاص بقى كده بقى مش عايزه كلام. احنا تعبنا من الكلام فلازم نوصل صوتنا لكل الدنيا. نهتف بكل اللغات. هنهتف بكل اللغات. هنهتف بكل اللغات. هنهتف بكل اللغات. هنهتف بكل اللغات. هاو 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 نو 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 باك 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 ما 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 انتوا ايه؟ معلش معلش كلام وده اهم حاجه ان انتوا تشيلوا الجله والقرف على دماغكم. وتحسوا ان انتوا ايه حيوانات. يبقى انتوا ايه؟ حيوانات. لا ومش كده وبس. تحس ان انت جلوط وانت في قلب ال كده. لازم نبقى مهزئين. ايوه عشان بلدنا يتحط على دماغنا. ايوه ما فيش عندكم قلب خالص. ايوه كلامك حلو. صح كده؟ على يعني احنا كلامك حلو. انتوا ما تستناوش ان انت كزعيم كزعيم ان هو يجي لكم ويسيبكم من قلب الجلوط. ما يصحش طبعا. يلا بنت اجري امشي. يا دم عايز ايه يا بنت؟ اني فتحي. ايه ده؟ فتحي. طب مش كده؟ طب اروح عشان خاطر انا عندي دلوقتي حاجات في الفكر. عايز اطور من الطينه. ايوه واجب بقى. اطور من الطينه. احنا مستنيين. والله زعيم. زعيم. ايوه يلا يلا. وعهد الله زعيم. ايوه انت بالذات تجي عشان تاخد فلوس في التهزيق. الله يكرمك. بس مع الف سلامه. تعالى يا بنت. ايه عايز ايه؟ خد يا سيلبي الحاجات دي. سيلبي والحاجات ايه ده؟ ده لبس جدي قبل ما تتهسوا الجاموسه. جاموسه؟ ايوه
ده ايه بولت عايز كريم دي ولا ايه؟ دي طاقيه. ايوه طب انا هعمل بيهم ايه دول؟ تعمل بيهم ايه؟ طب ده انت لازم ولابد تتغندر وتبنجي تبقى اهل البلد كلمتها اشحال ابا كانتش الهاسه والفرحه دي معبوله مخصوص عشانك انت يا زعبدي. زعبدي؟ ايوه ابا ليه زعبدي وما يصحش تخش عليهم بالشكل ده فهمتني؟ ايوه فهمتك صحيح وراء كل رجل عظيم لحنية. قال لي يا سيلبي طيب هي ايه اللحبية دي عم تقولي لحبية لحبية شكلك بتعكسني يا بنت هو انا شادين بك الا اللحنية بتاعتك. سابع سابع فين؟ سابع سابع ايه؟ سبعت ايوه سابع سابع ايه بقى؟ سبعت الناس فرحانة بك قديه؟ رأس وبغنى وبزيكة أيوة إحنا نقعد نزغط بزغطهم؟ طبعاً هوا بقى وهو وتريت تريت تريت أوبا إيريتي. طب أنا ألبس الحاجات دي فين؟ البت العبيطة البت دي ولا إيه؟ بدكوا نبقى أعمل أراجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى أعمل أراجوز. إيه ده؟ البطل؟ أيوة البطل؟ أيوة الزعيم؟ إزيك؟ يا اهلا بالبطل. ايوه خلاص الله يخليك يا راس حرسنا. ايوه يا راس حرسنا. يا حامي ولادنا. ايوه خلاص يا مفرح نسواننا. أيوة. يا اهلا بالزعيم. الله يخليك بدك وحياه ابوك. انا عايز اقول لك كلمه. انا عايز اغير الهدوم دي. تروح فين؟ انت تروح في اي حته يا زعيم. تعال على دوار الهدوم دي غير هناك. لا 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 انا عايز حته تانية مكنفه كده جداريه. عينيا يا زعيم احنا فيك الساعه فيه الغرفه بتاعت الغفير هناك بس هي مش من مقامك يا زعيم. مش من مقامك. انا هخش اكل. انا هخش اغير كده. لا لا مش من مقامك. يلا يلا. لا زعيم الا انت. يا عم يلا بقى. لا زعيم الا انت. عندي بدل تسقيل قوي. حبيبنا حبيبنا يا بطل حبيبنا 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 حبيب البلد كلها والله حبيب البلد دي كلها والله يخليك يا بطل يا بطل يا جميل يا جميل يا جميل ده ايه النور اللي ملى الدوار النهارده ده الله يخليك ده ايه الضي اللي زغلي العينينا ده الله يخليك ده ايه الكهارب اللي ضربه في وشنا دي طب احنا هنقعد ولا احاسب على وصل النور وامشي اتفضل اتفضل الخدمه الشريفه البطل ده ما يقعد الا جنب انا بعد اذنك يا عم ده احمد هيبنا لا سهل على شرك شرك حلو يا اخويا خبره واحد يعني مش هتمام ولا ايه ولا الطلاق بالثلاثه ما يقعد الا في حال يا بطل يا حبيبي يا مشرفنا والله والله البطل ده ما يقعد الا في حال اتفضل يا عم اتفضل نور يا زعيم يا بطل الله يسعدك الله يخليك يا رب البيض يا بنت البيض يا بنت البيض والذبايح والهبر والطعميه بقى انا ما بحبش العجة يا عمده احنا نذبح لك نعام نعام الله يربينا ينعم عليك فين الزمر وفين التمر ما انا ما بحبش التمر انا انا احبش التمر لا 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 مش التمر الطبل ما بحبش التمر انا ما بحبش ايه النص ده عبيطه ولا ايه شكلها كده والله ايه التمر ده لا الطبل اللي هو بين اللي بيني ايوه الراس والمزاج والسهرانه دول يا مسيكي We'll be right back.
انت النعلاطة في وسط النواشي اللي واقفة دي ده هايم كل دول قاعدين خلي بالك يا عسل بموت فيك وكمان ناوي على البت اللي زي لهضة القشطة دي لا كل اللي فتحية تاني اخد عمرك وما تاخدهاش مني عسل والله والله عسل عايز اشوفك بعد الكنيف تليفونك ايه طيب؟ روحك كبير مالك بسم الله الرحمن الرحيم ايه يا وليه خزعتيني كده ليه حلوه قوي يا عمري ايه هي مين دي اللي حلوه يعني الليله الليله يا عمدي ايوه ايوه الليله الله يعزك يا ما تدري ما تروحي تشوفي الستات يعني ضيفيهم كده وكرميهم طيب يا عمدي يا اهلا 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 يا زعيم اهلا بك يا عمدتنا منور والله الله يخليك الله يخليك الله يخليك والنبي زعيمكم يعني عايز اعمل ببي يعني ايه ببي يا زعيم ايه يعني ايه ببي يا زعيم ببي يعني انا عايز اروح عايز اروح الكنيف عارفين الكنيف يعني انتوا بتعملوا ببي خلاص وصلت عرفت دي عايز اعمل الحمام يعني حمام أيوة. يا أيوة. فتحيه يا ست فتحيه انت يا بنت يا فتحيه وسعي سكه عشان الزعيم عايز يعمل زي الناس أيوة. الحمام ها ايوه انا الزعيم الزعيم رايح الكنيف الزعيم حيخش الكنيف اتفضل بعد اذنكم يا رجاله اتفضل يا زعيم وادي علوان امر يا عمده هريسه متامن يا ولد امان الامان يا عمده حط في بطنك بطيخه صيفي طب غرجتك ده يا فمك منور يا جناب المأمور أمال يا حضرة العمدة هو احنا لينا بركة إلا جناب المأمور دول قولي الأمر برضو قولي الأمر أيوة أيوة يا شيخنا الحنية فتحية أنا أطلع لهاريسة إزاي هقول لك بس خلي بالك بالدياني دبانة دبانة في كتفي هاي سراوات دبانة ايه يا سليب بالديانة الديانة بتربصين له في كل حتة خليك بستحرص ايه خليني بستحرص شايف السليب اللي في ظهري دي ايه تقول عليك انت سليب السليب اهو ده لنا جنبه ده هتطلع بدي اسمعي الباشا وخلصي شوف يا استقطاطة حفيدتي شافت امها وابوها وهما بيموتوا قدام عينيها فهتعبت نفسيا يعني ما تقول ازاي بقى انا هقول لك اهو ايوه بس اللي انا بقوله لك ده قطعت عشان خاطري ده سر توعديني انه ما يطلعش من بوقك خالص خصوصا للبس برمس عشان خاطري برمس خدوها وعملت الحيوانات ايوه وهي صغيره كده
المهم ايوه صممت ان هي تصورهم في بيت الفيل. بركة الفيل؟ راح تصوروا في بركة الفيل؟ بركة الفيل ايه؟ بيت الفيل اللي في جنينة الحيوانات. هو في بركة الفيل في جنينة الحيوانات؟ لا، في بيت للفيل في جنينة الحيوانات. ماشي وهي بتصورهم والفيل وراهم، قدر ربنا بتهيألي يا طاطا. الفيل مات؟ الفيل هاج فجأة وقعد يدوس فيه برجليه، يدوس فيه برجليه، ماتوا قدام عينيها. ابني عليك يا حبيبتي، واللي ماتت هي وابني وامها. ماتت ايه؟ امال انت هتيجي تحلمي ايه؟ هحلمي فيك. اسمعيني يا طاطا بس وركزي معايا، الدكتور اسماعيل بيقول الامل الوحيد. الدكتور ايه؟ الدكتور اسماعيل. ايوه. بيقول ان الامل الوحيد ان انت تحكي لها حكايات اللي انت بتقوليها الجميله اللي هي سمعتها يوم الزياره. وانت بالصلاه على النبي، ربنا خد منك كل حاجه واداك الخيال، فاهماني؟ ملوك انتوا الاثنين بقى. ايوه. انا اعرف كل الزهر مصاحبه كل العفاريت اللي موجوده في البلد. هتحل المشكلة دي. زار ايه بس وبتاع ايه؟ انا عايزك تحكي لها الحواديت اللي حكيتها لها في الزيارة دي. نفسي اشوف ابتسامتها ترجع تاني، وانا مستعد اساعدك. ايوه ابتسامتها؟ ما انا ليك عليا بقى. بص خليها تفلخ دمها كده طول اليوم في عم البيت، ها؟ وتحس كده ان اختها بقت موجودة معاها. يعني موافقة؟ موافقة طبعا، بس ايه المقابل؟ ما انا قلت لك هثبت لك براءتك. ماشي. وعايزه ايه تاني؟ وعايزه فساتين. ايه؟ فساتين. هجيب لك فساتين. وبطاطس. فساتين وبطاطس؟ اه، احب ابرز الفستان واروح على واخد البطاطس. انا موافق على كل اللي بتقوليه، بس افهمي الكلام اللي احنا بنقوله ده، لو اي مسجون عرفته في السجن ده عارفه هيعمل فيكي ايه؟ ايوه، هتاخد البطاطس. بكره انا عايزك يا طاطا تعملي اي مشكله مع اي مسجونه من المساجين. ايوه كده وكده يعني. ايوه كده وكده. كنت وفاش. كنت وفات يعني ايه؟ كنت وفاش. ليه كده وكده؟ امين يعمل اللي بقول لك عليه وانت ساكته. ماشي كنت وفاش. انت كل شويه تحطي من الكالونيا. فكري يا محسور، ما تخليكي حلوه يا اخت. حنطيها صاحبتك تاكليني. حقك عليها البنت، الزياره الجايه هقول لها تجيب لك ازازه. الانفرادي، مش عايزه تشوف النور ولا الشمس خالص. يلا انا مليح. قلت يلا انا مظلومه، ما تتلعب فيا. ده ما بقى السجن من ساعه ما جيت، ده بقى صرخه. اسكت. اضرب تقطعني. خلي بالك يا بريئه. يلا يا بريئه. انا مظلومه. بس اوعي كده. في ايه؟ يلا بقى يا فكير. ايوه باشا انا عيد تاني. يا حمار. يلا بقى. يلا يلا كل واحدة على سريرها. في ايه؟ قلة الأدب دي. يا قومي يا عمي. يا عمي. خدشي. ايوه خدشي.
كانت حلوة يا كلامي. حلوة. حلوة. حلوة أي حلاوة ده أنت كنت قمة الواقعية ده أنت تغتغطيهم حلبة سلك واتنصف. شفتي عندي عندي على كلامي تجمع بس. ترفع عنبال إيه ولا فتح حمامة. مالوة. ده إيه؟ رسول بكير. أيوة باش جاي. ده كله جايبين لك يا تاتا يستفردوا بيكي بس انا مش جاهزه. ما ترى هيعملوا فيك ايه يا تاتا؟ اسكت يا مسجون. ما انت عمال واخدني على فين؟ ما تخرس يا ولي. ماشي اهو. استني هنا. ايه ده؟ ابعت اجيب لك لبون انت وحماده؟ يلا روح شوف على شغلك في العنابه. حاضر يا سلمكين. حماده على الماس شويه شويه ورق عشان دماغه وجعان. انا عايز زر درع. سيب لبن يا بابا. عايز زر درع. اسكت بقى وزع ابوظه. تعالى تعالى. معلش هات الكبه بس في شنطه الحراميه. ايوه انا عارفه ما عباس عندي ريزات هتعرفني. لا والله ما تعرفش. هتعرفوني انت؟ مش على الخراب. هو عباس عندي هتاخد حاجه هتعرفني. اسكت يا ولية هتحبسيني. اركب يلا. اركب ريزات بره. ايوه. مالك الرياضة؟ كامل. انا عارفه كل حاجه في السجن. نطي. السجن من فوق. نطي. اهو بسم الله يا العوي. بس كده. بس كده. خالد ناخد. كده ليه؟ روح انت. انا رايح لعباس ماشي عازمني على كابتشينو. روح انت. ست قطاطي انت يا ولية. انت يا ولية انت نمتي؟ ما يخرب بيتك. انت يا واد جايب خروف عند سانتا؟ ما هو برضه نمت وقعدت تشخر رغم المطبات اللي معلش دواء. انت مش قلت ثلاثة بكر وخلاص؟ معلش دواء أمنية عشان ما حدش يشوفك. أمنية أيوة. أمنية أنا برضه بتضربني. ما تضربش اضربي اضربي براحتك. انزلي بقى انزلي. وريني ها؟ تعال ما تشلحت. هو حد شايفني؟ ما تزربني بقى. طيب يلا استنى. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى الله. بسم الله يا نهار اسمه. يلا ايوه ايوه اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. انت فين؟ انا وراك. انا هو معلش بتاخر. اوعى تعمل كده. مش هعمل كده. يلا خش هتفتحني. يلا خش. انت بتعمل اكتر كام عربيتك البصراوي؟ ما تنزلي يا ابو الناس. ايوه يا سواد. افري الرب. طيب خش افري الرب. يا نهار اسود يا نهار اسود. تعقوم ازاي عرفت تعمل كده؟ يعني ايه ازاي عرفت؟ انا جده. انت مستقليه بيا ولا ايه؟ يعني انت متاكد ان قطاطه جايه هنا بنفسها؟ بعدين هو انت كده مش بتتسطع على مسجون يا جدو؟ ايوه وديني في داهيه. على صوتك على صوتك وديني. ده سر المفروض محدش يعرفه. ماشي ماشي عادي ما تخافش. على فكره بابي ومامي هيتبسطوا قوي لما يعرفوا ان قطاطه جايه هنا. ومين اللي هيقول لهم بس يا بنت؟ ما احنا ده سر مش هنقول لحد. ها خلاص يا جدو قلت لك ما تخافش. زينا وصلنا الفيلا. انزلي. ايوه ايه ده الفيلا دي فيلا وعربية ودنيا دي. انت جايب دي ايه ده دي؟ جايبك انا في ايه؟ ما هو راجل متفق معاك. مين ده اللي متفق معايا؟ عبد باشا. عبد مصر؟ ايه. وانت جاي معايا؟ ايه وهوصلك وهمشي. ايه ده هو انت من اللي بيوصلوا الحريم للظباط؟ ايه؟ حريم ايه وظباط ايه؟ احترم نفسك. انا البودي جارد بتاعك. البودي جارد؟ ايه الحارس بتاعك. خدش انا الراجل مستنيني جوه. يا ده انت راسي؟ ايه؟ طب مش هتيجي تتفرج؟ اتفرج على ايه يا ولية؟ عارفه انا اللي مصبرني عليكي ان انت شاب. يا
يابا امي، لولا كده كنت فرتكت، كنت قدام. خش انا اتفرج. ده خش يا اخت. هلف كده ولا هلف؟ لا خوها للبابا اهو، تلف كده اهو، اكون اهو. يلا ده ايه الصبا دي؟ اطلع اطلع يا مش هتيجي تتفرج؟ اتفرج عليا يا ست. مش عايزين نزعق على بعض. يا سيدي بابا مين؟ عباس. يلا يا عباس اسكتي. ايوه ايوه يا جيجا. تعالى يا انت لوحدك؟ نعم انت لوحدك؟ وايه اللي لوحدك؟ لا طب لوحدك؟ معايا لميس وعواطف وبعدين بكير اهو. ايه انت بكير؟ يا باشا تروح دلوقتي اللي قلت لك عليه يتعامل هناك في سجن واحد واحد. ايه ده؟ عليهم زي ما قلت لك بالظبط. حبيبي يا باشا حبيبي. يلا اللي اتقدر. وانت يا قطاطة؟ انا سلام اخو المرب الرحيم. قطاطة قطاطة عواطف يا راجل اتهد بقى. هو انت ما بتهمل عواطف؟ يا باش وانت ما شفتش دي؟ شفتش ايه؟ مش ما شفتهاش يعني. هي مين اللي شفتها؟ مالكيش دعوه، فوقي كده وحصليني. عاوزك يلا احصلك. حاضر يا باشا حاضر يا باشا. مريني وزنك كده. ايوه طب هم عارفين هدفك كده. مريني وزنك تاني. ايوه افتكرتك انت يا ست. انت تتزوجي مني من الاول ولا ايه؟ ما تبطلي ملوحه بقى. ملوحه ليه؟ ولا في بيني وبينك حاجه يا عمر؟ عمر؟ ايوه انا عمر. انا بتبهدل بسبب الكتير قوي يا بنتي. جرايه يا جدو، انت بتعملها كده ليه اصلا؟ انا عارفه يا حبيبتي، ما حسيت ان انا رميان العياد في قلب البيت وجاي اقعد عند امي. لو ماما عرفت انك بتعملها كده هتتضايق منك قوي. انا ما اقدرش طبعا ازعل ماما خالص. ماما انت اللي قلت ان امها اتعجنت تحت الشيء. خلاص خلاص خلاص. ها تشربي ايه يا قطاطة هانم؟ أشرب فرخة. نعم؟ فرخة. فرخة. يا عواطف! عواطف! أيوه. هزور بيعمل ليه كده كده؟ أيوه يا عم. حر أسود! خشيه! هي من إيه مالك كانت خبطت في حيطة؟ النسوان دي مين دي؟ مين دي؟ هي دي بيت الدليفري؟ آه. بعتلي معاكي فرخة مشوية؟ آه. ماشي؟ آه. انت البنت دي على فكره شكلها حراميه غسيل. جرايه يا ولادي حراميه ايه؟ يلا يا عواطف انجزي يلا. بصي بقى. وقت اللي بحكي لي ايه بقى تاني؟ خلاص. بتعطس؟ مشيت. مشيت. مين جاي مشيت؟ مشيت عواطف يلا. عواطف مين؟ قطاطة ممكن تركزي معايا؟ ماشي. فاكره يا قطاطة الحدوتة اللي انت كنت بتحكيها عن الليمبي؟ الحدوتة دي انت عشتيها بجد ولا انت بتألفي من دماغك؟ انا مش عارف انت عايزه ايه. بسألك عن الليمبي. الليمبي. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا دمبي. يا ترى انت جعان ولا عطشان؟ منفوخ ولا مظلوم؟ وبعدين معاك قسما عظما لو ما اتكلمت انا ارجعك السجن تاني. جدو ايه؟ خليك انت احكي. يلا احكي. طب احنا انت قاعد معانا؟ ايوه قاعد معاك. واحنا بنحكي؟ ايوه. عايز بقى طب عرفت ان احنا الاثنين عندنا حاجه في النسوان؟ نعم؟ عندي حاجة في النسوان وعايزين نتكلم فيها. وبعدين معاك يا ست انت بتحكي وتخلصينا. حاضر. يلا. سلام عليه الصلاة والسلام. الليمبي بعد ما نزل في وسط الشارع عند الناس في قلب الغبازار في البوش وقال وراح طالع من اللي عايز يسلم وراح طالع من هنا وهو بعيد عليه. قال له اوعى عندك اقف اب ويحكيك. البيه في حياتك يا ليمبي. حياتك البيه. المهم اللي هو احسن من ابوك قال لك على مكان الكنز فين يا ليمبي؟ يبقى انتوا اللي كلمنا عليك وقال لازم يسدد الحاجات. احنا اخواته. تعالى يا حبيبي اتفضل خش. الله يرحمه الله يرحمه. الله يخليك يا حبيبي. قال لك الكنز يا حبيبي يلا جوه على طول يلا. ايوه بسوطه خليك معايا يا بنت. الديانة بيجوا ورايا. ايه؟ اه ده انت عشان عرفت مكان الكون. طب لا ما تقلقيش ما تقلقيش.
أي بطل أي ست فين بعد دلوقتي؟ إيه؟ فين؟ ايه عندك الحق فيه؟ ايه عندك الحق فيه؟ اشبك انت بتقفل ولد الشنع ولا ايه؟ يا بقى انت كده طلبات المعلمين، هو انت مفكر هتهرب مننا؟ طب هتروح فين يا لمبي؟ احنا لينا في كل خراب عفريت وفي كل شقة تعبان. يا لمبي يا ابن الحلال، بدل قطعة النفس ديت قول لنا الكنز فين؟ ناخد حقنا ومستحقاتنا ونسيبك لسباق الجري اللي انت عايش فيه ده، ويا دار ما دخلك عو يا عم. عو ايه وبخ ايه ونو ايه؟ الله، كنز ومش كنز، وانت بتصدقوا اللي التخريب بتاع ابويا ده؟ راجل بكل شويه طلع ان هو مات وما بيموتش، ده مش احتمال يكون موجود الوقت فوق وتلاقيه صاحي. نعم، امال كنتوا بترغوا في ايه ده كله؟ كان بيقول على مكان الكنز. الكنز؟ ايه شفتوا انتوا؟ انتوا ناس بدلين، لان انتوا كل يومكم الذهب والسلاسل والجواهر، انما بني ادم زي ابويا لحم ودم وكوارع خلاص ولا يروح فيها في 60 داعيه. يا لمبي انا مش عايز اذيك. لا فرجنا هتأذيني ازاي يا عم الحاج؟ ده ما خدوش لسه اللي يأذي اللمبي، يا اما الارض شدت ويا اما البطن جابت يا عم الحاج. يا لمبي انا روحي بقت في مراخيري. نف على جنب يا عم الحاج وخرج روحك وريحنا. ولا شغل الاستهبال وسيد وقع مني وابراهيم السلق ده ما ياكلش معايا. امال ايه اللي ياكل؟ تحب تاكل لوحدك يعني ولا ايه؟ انا من اللحظه ديت كان طاري مع ابوه بس يا لمبي. اللي نصب علينا وكان كل يوم يجي لنا بحدوته شكل، واحنا نمد ايدينا في جيوبنا ونديله بمساجده. دور عليك بقى. قول يلا. اللي عايشنا في الوهم سنين طويله على قصه الكنز ده، والجنيهات اللي هترجع ميات والالوف اللي هترجع ملايين، ولا شفنا لا كنز ولا دياول. بقولك ايه يا عم الحاج، انا ملوش فيه. حلو كده من الاخر، اللمبي ملوش فيه. اللي ليه حاجه عند ابويا هريسه يتفضل دلوقتي ويروح محترم على بيت هريسه وياخدها منه. يعني ده اخر كلام عندك يا لمبي؟ ايوه هو اخر كلام. ايه اغشك في وشك يعني واديك قرد ما بينطش؟ ولو ليك الشوق هوبا فوق. جاي ولا الدور الجاي يا عم الحاج؟ اللي مش عاجبه كلام على سن مطوط هنا والفه تنوره وتفضل. ينيلك وينيل موعدك يا لمبي، مفرهدني. بسبوسه لمبي، هات بوسه بسرعه كده. يا ده احنا في الحته يا بنت. هات بوسه يا بنت. ده خراشي مجنون وموجود في جنانه. ايه مستنظر ايه؟ مش عارف، كان في حاجه بقى. ده ديانا بيجري ورانا يا بنت. يلا اجري بسرعه يا بنت. يا بسبوسه يلا بسبوسه. خرابي طيب انت خلاص، مش قادره مد شويه يا بنت. مش قادره يا بنت. سيبك نفسك خلاص بقى. انا فرحت، انا مش عارفه هو احنا مجايين ايه. ايه يا بنت اللي بنجري ليه؟ هنكون بنعمل لايت. لايت ابويا مات يا بسبوسه. عمك هريسه خلاص بح، ما بقاش في منه الامامه. عمي هريسه؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي. خلاص ايوه خلاص. ايه يا بنت صوتك يبقى في السايلنت. ايه السايلنت ده ازاي؟ سايلنت يعني ساكت، خارج لا تاكل عتبه. عارف ايه اللي حببني فيك؟ ايه علامك. امال ايه يا بنت؟ لازم فضلت امال ايه اللي خلاني فضلت مصمم ان انا اكمل علامي؟ مش قادر ابقى مشبوخ في نفسي كده. يا عسله نيله. هو احنا في حاجه بننساها كل مره. انت يانا يا لمبي. انت يانا؟ تعالى يا بنت تعالى. اجري يا بنت. تعال يا بص بص تعال. شكلنا هربنا منهم. مفيش حد؟ نعم مفيش حد. اكيد. ايوه بنت ما تقلقيش تقلقيش ان شاء الله، بس انا خايف ابويا يكونوا سرقوا ولا حاجه. ان شاء الله. اهو ابويا. يا لهوي هم اللي عاملين كده ليه؟ يا بنت ما تخضنيش وما تصرخيش، ما تبوظيش الدنيا. يا بنت خدي. خايفه. خايفه من ايه؟ ده رجل ابويا، وبعدين هو عامل لي علامه. ها؟ يقول لي فين اتجاه الكنز؟ ماشي؟ انا اروح اعرف ايه؟ هتعمل ايه يا لمبي؟ بص هعطيك بالدماغ. خلاص خش. خش. ايه يا بسبوسه؟ خش خايفة. خش. خش. ايه ده؟ يا بنت استنى يعني هعرقد بوافره واستنى شوية. اهو. ايه؟ اهو.
السلاسل والمجوهرات والالمازات، ده انا هعيشك في عز في عز يا بت، ده انا بص هحمك بميه الدهب وهنشفك بالحرير في حرير. وانا خلاص انا هفجر بعد كده وهديها كل يوم فول بوطه وكده اسكندراني. والله ايه في حاجه بتشيل الخمه؟ خايفه يفرقع يا بت. فرقع ايه ده؟ ايه ايه دي؟ ايه يا بنت في حاجه جوه بنت الشيخ؟ ايه ده؟ مد ايدك كده. ايه ده؟ ايه دي؟ ده حجاب ده ولا ايه؟ طب اقرا كده اقرا. ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتستعي عليا؟ ما انت عارف اني ما اعرفش. هو عشان انا بوريك الثقافه. طب انا نازل في المستوى قد ايه يا بنت؟ طب لا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايوه هتعرف. ايه دي؟ ايه دي برضو؟ هتعرف مكان طريف؟ طريف؟ ايه طريف دي؟ هتعرف مكان طريق؟ طريق ايوه مكان طريق الكنز من اتجاه رجلي ناحيه المدفن. والنبي يا لمبي شكل ابوك ده بيميز عليك، لا في لا كنز ولا كنز. لا في كنز ولا كنز؟ اه والنبي دي شكل واحده هتجوزها دي يا بنت. ابويا عارف هو بيقول ايه؟ وبعدين ادينا ورا باب الكداب لحد باب المدفن مش كده ولا ايه؟ بقول لك صحيح، هو انت ابوك مش حنوتي؟ هتصدق ابويا حنوتي؟ انت لسه فاكر الوقت ان هو حنوتي؟ لا انت ذكرتني. ذكرتك يا بنت ما يكونش ابوك حنوت. لو النعمه حنوت. اوعي. حنوت. انت عارفه انا ما اقدرش انسب اقل من حنوتي. عسل يا نيل. بقول لك مش ابوك هو حنوتي وعنده رجاله؟ حضرته يجيب لنا اتنين عتاولة اللي عنده دول ويروح واخدينه لفحنه ونروح ندفنه ويا باب ما دخلك دارك. ماشي ده مفيش اكتر من رجالة عند ابويا. امالك يا بنت ليه كده؟ انا بعينك مفجحة. عشان رجالة. رجالة انك خلاص بقت مفجحة. انا ايه يعني جامدة؟ انت عسل يا نيلة. البنت المنظمة عايزة ارعش بقك ده الوقت كده. سيد ابوك ميت. اكله ميموت اللي عامله ايه؟ هو اللي جايب توكيد غلط. مالك انتي؟ انا كان عليا عايز احذف في المنور بس عشان سالت الفحم بقى ما ينفعش الواحد. انتي صوتك. طب جيبي بصي في الحاجب ولا في الارض. الله ما تفوتوا يا جدعان. ايه الشغلانه انتوا شايلين فيل ولا ايه؟ ايه يا بسبوس؟ ايه؟ امال ابويا والرجاله والعتاوله ايه اللي حصل؟ اقطع دراع من عند بقي. لما كانوا دول جوز ميتين وخارجين يوجبوا مع ابوكي. كتر خير ابويا ان عمل معانا اللقطه دي. لقطه؟ ما بص اللقطه هنا ان شاء الله. سيجارتين سوبر ماشيين شايلين جثه هريسه. وطي صوتك لا يسمعوك. هيسمعوني ليه يعني؟ اللي بيسمع ده يكون في روح في قلب الجسد، انما بص دول متوفيين. والله بقى ده اللي ابويا قدر عليه، وبدل النقوره دي ما كنت تجيب الجلابه من عندك يا لمبي، واحسن من ما فيش. احسن من ما فيش؟ اه. هم دول بقى قبل ما فيش بهبابه. وبعدين بدل ما توجبي مع حبيبك الليمبي نور عينك وكليتك يا بنت. يعني اعمل ايه؟ نور عينك صوتين حياني كده عشان ابويا. ابويا مات يا عبدوس. طيب حاضر. يا بنت مات من المصحف ده زعلان قوي. ياا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 ا
الناس من المنطقة. يا لهوي! أيوة زغرتي بقى. بموت فيك يا بتون مصر. يا واد احنا رايحين نرمي نابوك. أنا ما نحيي يبقى من ميت يعني الريح عصر. احنا هنرمي في الحفرة ونيجي. عم الله النبي يا ريت المراحيم يخلوا بالهم من المرحوم. يا دي الليلة الزرقاء. أنا مش عارف الحقيقة هيروحوا فين دول. ارفع يا عم الحاج. أنت صوتك يا لبي. هو أنت صوت إيه؟ أنت عارفة ده بسبوسة؟ أنت عارفة لو إحنا ناخد هنا مدفن؟ أه؟ لما ناخد لو خدنا مدفن. لو أنا وأنت خدنا مدفن هنا. أه؟ يلا امشي. مش عارف البق. مش عارف البق. مش عارف بقى ده تاريخنا قوي انت واللي جايبينك. يا ريت ابوك لسه ميت. يا بنت ميت ايه؟ من هنا تعال. من هنا من هنا. على مهلك على مهلك. اطلع. اطلع فوق. اطلع يا عم اطلع يا عم انت شايل واحد بتنوره ما تطلع لفوق. اطلع.